رجعنا تاني بحلقه خضراء وملونه بالفاكهه والخضار، وعملنا طبق متميز جدا. الشيف محسن عمل لنا طبق خضار رائع وجديد طعمه، حايشين كريم عنه بالعافيه. اتفضل يا كريم دوق. طلعت عليا على فكره سمعه وحشه. انت اعمالك كلها مسجله يعني، لو احنا في الراديو مش ممكن. انا هدوق حته من الفراخ اوكي، وهحط معاها صوص وبصل وبطاطس، كل المكونات يعني، علشان بس نعرف ايه. ناخد واحد من الخضار وواحد من الفراخ والصوص عشان نعرف بس الخضار استوى زي ما قلنا ولا لا. سمي. بونو. سوبر 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 رايق. طعم البصل مع الخضار مع البسله مع الصوص ويل دان يا شيف، حلو قوي. بنوعدكم ان احنا مكملين تاني المعلومات المهمه والمفيده اللي ابو احمد بيقولها لنا عن ازاي ننقي الخضار والفاكهه ونعمل ايه اما نروح السوق. بس طبعا لازم مفيش حلقه تخلى من افتكاسات نرمين. هتعمل لنا ايه يا نرمين؟ هنعمل طبق، بما اننا في حلقه من الخضار والفاكهه، انا اخترت ان احنا نعمل طبق من الخضار. هنعمل فطيره بطاطس مع ميكس بقى خضار. هنعمل كوسه مشويه مع جزر مع مشروم وطماطم وجبنه موتزاريلا، يعني طبق خفيف وفي نفس الوقت حلو. طيب طبعا اليوم ده يوم نرمين طبعا لانه يوم الالوان. كله نرمين معنوياتها في السماء، يعني اي حاجه ملونه تلاقوا نرمين داخله ب 15 نفر. طيب ممكن تقول لنا المقادير بالظبط ايه؟ المقادير اول حاجه عندي بطاطس بيوريه او مهروسه، يعني هنجيب بطاطس وهنسلقها وهنهرسها بالشكل ده وهنتبلها. انا تبلت بالملح وفلفل وبردقوش و نوع من انواع البهارات الخضراء. بردقوش، البردقوش ده بيعملوه للكحه. انا فاكره مره حد جالي كحه وقال لي بردقوش، بس انا طردته من البيت. ممكن. وحطيت معاها شويه زبده، ممكن كمان لو انت حابه ممكن تحط شويه لبن رايب ربع كوبايه، بيدي طعم احلى كمان للبطاطس. وعندنا كوسه متقطعه شرايح، تبلتها بملح وفلفل وشويه ثوم مفروم وشويتها على الجريل. وعندي جزر متقطع شرايح طويله، وعندي شرايح طماطم ومشروم شرايح وجبنه موتزاريلا. وطبعا البهارات بقى عندي مرمريه هستعملها مع الجزر، وثوم مفروم وجنزبيل وثوم باودر ضفته برده للبطاطس. يعني البطاطس دي فيها الحاجات دي، فيها التوابل بردقوش وشويه جنزبيل وتوم باودر وملح وفلفل. تستعملي حاجات برضو مش يعني، انا بالنسبه لي انا يعني بردقوش ومرمريه يعني حاجات، لا عشان تدي تيست يعني. انا اصلي ملح وفلفل يعني. طب ممكن نلحق بقى اللي سخنت. طيب هنعمل ايه؟ بصي يا رشا، انت هتشتغلي هنا في المشروم. تمام. هنحمر المشروم شويه. اديتك اصعب تاسك. لا بجد المشروم. دي لا تحمير المشروم صعب، اخص عليك بطارية. بطارية يعني. ايوه بالظبط. طيب. ايوه ميرسي. انا هعمل هنا الجزر، يعني الجزر شرايح طويله صح؟ ستيكس كده. انا معرفش ليه بحس ان المشروم ما بيتحمرش، يعني بيبقى قافل كده. لا بياخد بس اللونه، عشان انا بحب استعمل مشروم فريش. كده يا احمد احلى حاجه المشروم الفريش، احسن من الفزر من الصومر. من بالظبط، من العلب اللي مشروب. بس هياخد لون البني بس، حاجه بسيطه. تعرفي ايه اللي بيسرعه برده الارمين ياخد اللون البني وبيديله طعم حلو قوي؟ لو حطيتي على المشروم ممكن تسويه بلسامك فينيجر. خلي بلسامك. خلي بلسامك. والله بيديله اللون وبيديله اللدعه. وبيخليه نسبيا يحافظ على ان هو ينفش ما يكشش. حلوه التركه دي. كريم بيقول لكم حطوا نقطه بلسامك فينيجر على ال صح ولا يا شيف؟ تمام مظبوط. ممكن نعمله كسلطه كمان. سلطه؟ طبعا. نخلي البلسامك بيدخل اغلبيته في شغل السلطات اكتر يعني. انا ما ببقى عامله دايت وباكل، انا قلت لكم موقفي من الجبنه القريش انها كريم، يعني ما كانها كريم ايدين، ما لهاش اي طعم بالنسبه لي خالص. فما بحط خلي بلسامك عليها بتدي سنه يعني. جربي تعملي الجبنه القريش بالزعتر والطماطم وزيت الزيتون والنعناع. زعتر ونعناع حطيهم على بعض كده وزيت الزيتون، وسيبي شويه زعتر على الوش وحطيها في الثلاجه نص ساعه قبل ما تبتدي تاكليها. ابو احمد انا عايز اسالك سؤال، احنا ما بنيجي نعمل ال ايه يا نرمين وقف النار بس، وقف النار بس ثانيه واحده. انا هقول لك انا عملت ايه بس. انا عملت بس قبل ما ابو احمد يرد، انا حطيت الجزر والملح، سوري ما حطيتش ملح، حطيت الثوم وحطيت شويه مرمريه وحطيت بسيط قوي عصير برتقال. انا ما قلنا انت جبتي سيرته ده خالص، معلش ما هو انا قلت هقول بقى. ف
في المكونات. نرمين بتديكوا الحاجات ناقصه عشان يبقى لا لا لا, 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 لا في الافتكاسات لا في الافتكاسات ممكن على فكره وانا بفتكس حاجه ممكن تجي لي فجاه كده فكره. نرمين ساعات الصبح يعني وهي جايه الصبح بتكون الافكار اللولبيه. طب انا كده الجزر جاهز في النارنا خلاص كده. الحاجات اللي هي بتتحط في المحشي اللي هي بيقول لك الخضره بتاعه المحشي شبت والبقدونس بيبقوا ايه بقى؟ شبت وبقدونس كزبره. بس انا لما باجي اشتري بقول لك انا عايزه ده بتديهم لي على طول. هو في فرق بين الكزبره والبقدونس يعني انت بتخبط فيه كتير. وبتبقى الكزبره لها جذر من تحت دي بتبقى معروفه دي كزبره. الكزبره الريحه بتاعتها عن البقدونس. انت ما فهمتش السؤال برضه. هي بتقول لك لما اجي اقول لك انا عايز الخلطه عشان هي مش عايزه تحفظ اللي جوه الخلطه المحشي. لا يا كريم عايز لك انا عايز الخلطه المحشي من ده مديله اللي هي عايزاه على طول. صادق على طول. سمعتي بقى ممكن انا خلاص جوزي بيفكر ليه اتجوزني يعني مش عايز تحفظ. لا يعني هي دي بتتباع كلها على بعضها. من ثلاث انواع شبت وبقدونس كزبره. الشبت ده سهل ده معروف. الشبت ده سهل. هو الفرق بين الكزبره والبقدونس بس. لا ده انا واصله لمراحل اساله ده سبانخ ولا جرجير كان حي. حضرتك متاكده انك بتشتغلي في قناه طبخ؟ طب انا كده حطيت البطاطس المهروسه اللي احنا تبلناها بالملح وفلفل وتوم بودره وشويه بردقوش وجنزبيل وفردناها بالشكل ده كده عشان دي القاعده بتاعه الفطيره بتاعتي الشكل ده وشويه زبده كمان وقلت لو عندك شويه لبن رايب بيدي طعم حلو قوي للبطاطس لو ما عندكيش خلاص ما هي بتبقى ماسكه نفسها وبتديها طعم التوابل بيديها طعم حلو قوي. وهعمل ايه بقى دلوقتي؟ ادي اول طبقه عندي هاخد الكوسه اللي هي شويناها على طاسه الجريل وتبلناها الاول بالملح والفلفل والثوم وشويه زيت طبعا وهفرد الكوسه كده كطبقه على البطاطس حاجه بسيطه يعني هي الكوسايه اصلا بما انها بتبوظ بسرعه على راي ابو احمد ممكن لو انت حسيتي ان الكوسه يعني خلاص هتبوظ عندك ممكن تعملي لها جريل كده بسرعه وتاكليها بالشوكه تبقى هايله. اوكي الشكل ده كده هنعمل طبقه كوسه. انا خلاص ده نرمي تمام. حلو قوي يا رشا. مش عايز تحط عليه حاجه ولا اي اضافه؟ ممكن هنحط شويه زعتر بس. اوكي رشا انا بقول لك انا بقول وهحط عليها هنا شويه جبنه موتزاريلا عشان تبقى ماسكه يعني عشان لما تيجي تقطعي الفطيره تبقى طالعه قطعه واحده ما تبقاش فاصله عن بعضها يعني انا بحط الهدف الجبنه مش كده يا شيف؟ تمام عشان تمسك لي الطبقات مع بعضها عشان تبقى متماسكه مع بعض تبقى القطعه طالعه زي المثلث او مربع زي ما حضرتك تحب تطلعي. بالظبط كده اهو يعني ايه طبقه من الجبنه. وبعد كده هاخد الجزر اللي انا شويته او اللي انا حمرته على النار هحط طبقه من الجزر ونفرده. نرمين انت ممكن تدخلي اي لحوم أي فيها؟ ممكن طبعا اكيد. يعني ممكن تبقى في لحمه مفرومه ممكن تبقى ده. لحمه مفرومه بس انا اصلا يعني قلت ايه خليها خضار حلقه الخضار علشان او شوكه هي سخنه قلت خليها خضار كلها علشان يبقى حاجه مغذيه يعني اللي ما عندوش لحمه ما يقفش في الوصفه نفسها. أوكي. كده انا حطيت هنحط رشا بقى المشروم بتاعنا كده ريحتها حلوه كمان برافو رشا شفتي الوقفه معاكي والله العظيم. انا مامتي بتشكر نرمين ان هي وقفتني في المطبخ العيله كلها. وهاخد شويه بردك الجبنه بالشكل ده كده اغطيها بقى بالجبنه الموتزاريلا اللي عندي. لو انت عايزه تحطي طبقه خضار اكتر اختاري مثلا ممكن تحطي بروكلي ممكن تحطي اي صنف خضار. انت مره قلتي لي برده ان الجبنه التشادر المبشوره بتجيب نتائج حلوه قوي مع البطاطس بتجيب طبعا بتبقى جميله. انت اختاري اي نوع جبنه موجود عندك في البيت. الشيف قال لي ممكن تحطي جبنه بارميجان صح يعني كده اهو. اخر حاجه هعملها ان انا هجمل الطبق بتاعي. انا مقطعه طماطم شرايح عشان يبقى شكل الطبق حلو. ممكن لو انت لقيتي طماطم شاري اشويها في الفرن وحطيها هتبقى انا ما لقيتش شكلها حلو. معلش يا ابو احمد الشاري مش دايما موجوده مش دايما موجوده ليها مواسم معينه دايما موجوده بس اللي فيها شهر هو 11 و10 ببقى بسيطه شويه ضعيفه مش تبقى موجوده يعني. دي بتتزرع هنا بتتزرع في مصر في مصر واغلى طبعا من العاديه اغلى من العاديه اوكي ممكن شويه زعتر زعتر
انا بس كده خلاص احط بقى رشه زعتر عشان يدي طعم حلو للطماطم، وممكن يا رشا رشه ملح وفلفل. يبقى كده انا الفطيره بتاعتي جاهزه. احسن ايدي بس. يا سلام يا سلام. هتكلم بقى عن نفسي. يا سلام. ايه على فكره خلي بالك الطبق اللي انت عملتيه ده كله كوم ورشه الملح. الملح طبعا ايد رشا في الطبق ليها مريض. يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان في البرنامج ده كريم عوضني عن حنان مرات الاب طيب. يعني انا مرات الاب. في برنامج على فكره رشا هتعمله جديد على قناه البيت بجد؟ رشه ملح. تطلع تاخد كل الطبيخ اللي طالع من الحلقات التكنولوجيا التانية وترش عليه ملح. كده الطبق بتاعنا بقى جاهز، هيخش الفرن حاجه بتاعه تلت ساعه، كل الطبقات بس تتماسك مع بعض والجبنه تسيح، صح يا شيف؟ وهيبقى شكله بالطريقه دي. ادي الطبق بعد ما خرج للنور. ايه ده؟ ده هو 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 شيق. سبحان الله. هو ده الطبق بعد ما خرج الى العالميه. اتمنى انه يعجبكم. اكيد هيعجبنا يا نانا. حلو كده؟ طب نحب ندوق؟ هندوق دلوقتي. انا بس كنت عايزه اسال ابو احمد حاجه بس عن البطاطس. في وقت كده في السنه بتلاقي البطاطس طعمها يعني بتبقى طريه ومسكره قوي، يعني ما ينفعش تعملها تحمرها او كده. هو دلوقتي المفروض البطاطس اللي انت بتقول عليها في الشتاء يعني. بس هو في نوع تاني اسمه بطاطس بونطه، بتبقى تبريد، هي بتبقى متخزنه في الثلاجات اصلا. انا اعرف البونطه من المشروبات. ما انت ممكن تعرفيها لو فتحت بطاطسايه هتلاقي جواها القلب بتاعها احمر سنه، ده ما تنفعش يتحمر. ده ما تتحمرش. لما لو قلبها ابيض دي بتبقى للتحميل. انت كده هتخليني اشهر القلقاس واقطع لا اروح هناك. لا ما هو بيبقوا فاصلينهم. انت مش هتعرفها من بعض. ايوه عمرك ما هتعرفها من بعض الا لما تفتحيها. بس على الاقل انا عارفه الموسم، يعني حضرتك بتقولي مثلا نوفمبر ديسمبر ده الوقت اللي بيبقى ده. ما هو وخدي كمان شهر كمان لما تبدا البطاطس الجديده. البطاطس الجديده كلها بتبقى للتحمير والطبخ وكل حاجه. طب انا عايز اسالك يا شيف ابو احمد، في بطاطس نوع بطاطس بيبقى لونها احمر، بطاطس هي دي حاليا؟ لا البطاطسية من بره كمان القشره بتاعتها محمره، مش اللي عندنا اللي هي اللون العادي. دي مش موجوده في مصر. لا مش موجوده في مصر. هي بطاطس واحده بس. انت سافرتي بره جبتي بطاطس؟ ايوه. لا ما انا من الالوان دي من انواع البطاطس. يا كلامها صح فعلا، في بطاطس بره لونها حمرا بالظبط. طيب نرمين عملت لنا فطيره بطاطس بالخضار. بالخضار سريعه ومغذيه، ويعني استعمال هايل للخضار وفي ثانية يعني مين كاملة وخفيفة كمان بالظبط. هندوق الضيوف يا كريم. ايوه ابعد يا كريم ابعد لو سمحت. احنا دلوقتي هنطلع فاصل وهنروح بنفسنا ندوق الضيوف علشان خاطر كريم مالكش دعوة بالضيوف. فاصل ونرجع لكم تاني.